الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، آمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال في مسنده، وما زلنا مع الباب الثاني في الأواني. قال وفيه أربعة فصول. قال الفصل الأول في الجلود. قال رحمه الله: أخبرنا مالك رحمه الله عن ابن شهاب رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة من لم ينتصح لا يصل، بحال من الأحوال لن يصل، ومهما قال أنا أريد أصل أنا من لم ينتصح لا يصل. أنه قال رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، قال: فهل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. أنت أكثر الناس وفاء أبا الوليد رضي الله عنك. فضل شيء. قال: إنما حرم أكلها. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشاة لمولاة لميمونة رضي الله عنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. فقالوا رضي الله عنهم: فقالوا يا رسول الله، قالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. سبحان الله. جزاكم الله خير. هذا الحديث أيضا قال: أخبرنا الشافعي. صح، هذا الحديث متفق عليه، أخرجه مالك الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما مالك فأخرجه بالإسناد الأول واللفظ، وأما البخاري فأخرجه عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن الزهري بالإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة فقال: هل استمعتم بإهابها، استمتعتم بإهابها؟ والإهاب هذه مهمة جدا، لأن الإهاب هنا يفرق، والإهاب نعم الإهاب هو الجلد إن لم يدبغ، الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، لأنها ستكون فصيلة في مسألة فقهية. فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي أخرى عن خطاب ابن عثمان عن محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها، لو انتفعوا بإهابها. ما على أهلها ولو انتفعوا بإهابها. أما مسلم فخرج عنها ابن أحياء وأبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بالإسناد قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وقال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة. وأما أبو داود فأخرجه عن مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف عن سفيان عن الزهري عن مسدد قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت: أهدي لمولاة لنا شات من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل دبغتم إهابها؟ وفي أخرى المسدد أيضا عن يزيد عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال: معمر كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: استمتع به على كل حال. وهذا أمر عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الاستمتاع الدباغ. وشيماء صاحبة القرآن: لا تتقعصي أكثر من ذلك، أولا نفديك شفاك الله عفاك، لكن لا تتقعصي، قلت لك الله تعالى يعلم بنيتك. هذه هي المهم، النوايا. من كان صادق النية حقا بيوفق توفيقا وتسديدا، والمسألة تدور على ذلك. اللهم اجعلنا جميعا كذلك حتى لا يشتت أمر الكرام. الزهري كان ينكر الدباغ، وعجيب، والزهري نفسه يقول: السنة أتبع السنة ألزم، السنة أتبع السنة ألزم. وهنا عندنا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا دبغت؟ صح، 29 ولا 30؟ 29. طيب أقول إخوتي الكرام، الزهري ينكر الدباغ وقال: استمتع به على كل حال. قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكر الزبيري وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد. وأما الترمذي فخرج عن قتيبة عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عباس قال: وماتت شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها: هل نزعتم جلدها فاستمتعتم به؟
قال الترمذي وقد روى من غير وجه عن ابن عباس عن ميمونة وروى عنه عن سودة أو روى عنه عن سودة. قال وسمعت محمدا يعني البخاري يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة. أما النسائي فأخرجه عن قتيبة عن سفيان عن الزهري بالإسناد الحديث. والحقيقة أن المسألة الفقهية اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة. القول الأول طبعا الزهري ينكر الدباغ ويقول استمتع به كيف ما شئت. أحمد يقول بأن المسألة لا ينتفع به مدبوغا أو غير مدبوغ، هذا عكس القول الأول. قال لا ينتفع به مدبوغا أو غير مدبوغ ويتمسك بحديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. فقد راه الشافعي في سنن الحرملة عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن الحكم عن عبد الله بن عكيم. والحديث في إرسال. حقيقة الأمر حديث العلماء أعلقوا بعلة ثلاثة. العلة الأولى الإرسال، لأن عبد الله بن حكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك علة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عبد الله بن حكيم لأنه لم يسمع منه. وأيضا العلة الثالثة الاضطراب في سنده ومتنه، فإنه طار قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطار عن مشيخة من جهينة، وطار عن من قرأ الكتاب، والاضطراب في المتن فراه الأكثر من غير تقييد، ومن من قرأه بقيد شهر قبل أن يموت بشهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. فهذا كله يبين ضعف الحديث والأحكام فرعا على التصحيح. حصل التنزل بصحة الحديث، فإن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ. والحديث قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. نعم الإهاب إن لم تدبغ لا ينتفع بها، لا بد من الدبغ لتطهر الإهاب. القول الثالث قول الشافعية أنه كل جلد دبغ فقد طهر، سواء ما كل لحم أو غير ما كل لحم، كل جلد. وهذا أصالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما هو الآن على التعميم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقال إذن، ولذلك ده طبعا احنا لو ما قلنا بذلك أن النسوان حيقيموا الدنيا ولا يقعدوها. جلد الذئب وجلد الحية والشنط والنعال أجلكم الله بسبب بهذه الجلود المدبوغة وأموالها طائمة، كلها لو قلنا بالنجاسة فإذا لا يجوز استعمالها. فرو الذئب اللي بيأخذ هذا ويلبس. فالصحيح أنه مأكول وغير مأكول كما قال الشافعية يجوز لعموم القول أيما جلد. وأما ابن تيمية رجح التفريق، الذي رواه أحمد رجح التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وهو قول إسحاق لم يكن وهما. قالوا بأن جلد مأكول اللحم، طبعا هذا إذا كان ميتة لتعلموا، لأن الميتة نجسة. وقال إنما حرم أكلها، يعني جلد الميتة، جلد ميتة مأكول اللحم كالبقر الوحشي كالحمار الوحشي كالبقر كالغنم، جلد الميتة مأكول اللحم يطهر بالدباغ لأنه يصح أكله بعد أن يدبغ. على الفر مش الجد، لا ما يجوز. نعم الخنزير والكلب، إلا الخنزير والكلب. فالشافعية قالوا كل جلد ميتة إلا الخنزير والكلب فإنه يطهر بالدباغ. وأما ابن تيمية كما قلنا رجح، وإسحاق رجحوا التفريق بين جلد المأكول لحمه وغير المأكول لحمه. الحنفية قالوا أيضا بمثل قول الشافعية. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغه زكاته، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغه زكاته، قالوا الزكاة لا تكون على كل لحم. ورد على ذلك أن المقصود دباغه زكاته على إيش؟ على الطهارة. ولذلك الطهارة منوطة بالحياة، فإذا ذهبت الحياة جاءت النجاسة وتكون على الجميع. فلما يأتي الحديث يقول دباغه عوض، دباغه تطهره كما قال أيما جلد،
دبغ فقط طهر، يكون الراجح في ذلك هو أن الدباغ يطهر به كل ال خلصنا الأنيق، كل جلد دبغ يطهر به بالدباغ، وصح استعماله وصح بيعه ويكون من الطاهرات التي قد أباح الله جل وعلا استعمالها. الفوائد المستنبطة: مر النبي بشاة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ وما قال النبي سلم انتفعتم بها، فكان الرد قالوا يا رسول الله أنها ميتة، يعني علمنا من القرآن وعلمنا منك أن الميتة لا تؤكل، لا يستفاد بها أو لا يستفاد منها لأنها نجسة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، يعني يمكن استخدامها في ذلك. فهذا معناه الذي يخص، فالله حرم الميتة وخصص من ذلك الجلد. فالعام عام يبقى العمومي، عام يخص، عام يراد به الخصوص، هنا من العام المخص. قال إنما حرم أكلها، الأسماء المبهمة من ألفاظ العموم، أيما إهاب، كل إهاب، يبقى كل جلد سواء مأكول أو غير مأكول دل على العموم. الشريعة الغراء لم تترك شريط الريدة إلا أتت بها. جواز مراجعة المفضول للفاضل شريطة الأدب، والأدب هذا نعمة ليست بعدها نعمة. جواز مراجعة المفضول للفاضل شريطة الأدب، من كان مؤدبا يراجع بأدب يؤخذ منه ما راجع به، لكن من أساء أدبه قل احترامه، ومن أساء أدبه نزلت رتبته، إلا إذا كان لعارض فقد يعرض لكل إنسان يعرض عليه عارض، أما إذا كان أصلا فيه فهذا لا نفع فيه، سيء الأدب لا نفع فيه، والمؤدب النفع كله فيه. اللهم علمنا الأدب جميعا يا رب العالمين. مراجعة المفضول شريط الأدب، ويبقى من وين تأخذ هذه الفائدة؟ لما مر حديث ابن عباس مر عليهم والميتة موجودة أمامه، قال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني بيراجع الميتة لو انتفع بها وتقول لنا انتفع بها، وأنا فهمنا منك ذلك، يعني بيراجعوا فيما علمهم، فعلمهم أن هذا عام مخصوص، إنما حرم أكله. جواز الانتفاع بالنجسات، لأنه قال إنما حرم أكلها، يعني يمكن الانتفاع بها، ثم بيّن الانتفاع بالجلد إذا دبغ. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.